بس بوسه. نعم. ترى انت صج صج ماكو احساس، انت ما تغارين على ريلك؟ وغير علي لي يا حبيبتي، ما هو حياخذ لفته ويرجع لي. واذا ما رجع؟ نو حيرجع. اقول لك ليه؟ هو حيحدق هنا وهنا وهنا. حيحلي فين؟ فين؟ في البسبوسه. لا والله. يا حليلك انت وايد واثقه من نفسك جدا. اي خير ان شاء الله. زين حيلا بنتك وين؟ بنتي مع البيبي زيتر. هو انت مش واخده بالك اني انا حاليا اعيش واحيا عيشه الهاي كلاسي؟ اشتو الهاي كلاسي؟ بسم الله عليك يا امين، يا مضفيتي العويه والمنكسره عندنا. واخده بالك باكل بالمعلقه. ايام ايام ما كنت باكل بايدي كنت ايه عجيبه. ظهري ظهري عورني. ما تجمدي يا سبيكة. الله انت خرعة كده ليه؟ ما تخليكي زي بسبوسة. سبيكة. انا ابي اعرف انت حامل بشنو؟ حامل بحوت. هل ادري؟ متى بتولدين؟ يا اختي الدكتور كل يوم يقول لي اليوم وباكر، مرمرني تعبني ما صار حمل هذا. وي الظاهر الياهل ما يبي يطلع الا بمناسبه سعيده. لا وانت الصاجه يبي مصيبه علشان ينولد فيها. الله عاد انت ادرى. صباح الصباح فتح يا علي والجبنه في الشي ولا ملي بس المزاج رايق. يا اختي يا اختي على جمالك درتي قمر قمر. صباح الخير على الحلوين. صباح العسل. صباح النور. عارفه لو ما كانش جوزي اتجوزك كنت روحت جبتك من بيتكم وجوزتك ليه بالعافيه. وتلوموني ليش احبها؟ احبها الا سعد وينه؟ يا يا أقول قمر، أنا ودي أسألك سؤال بس لا تزعلين مني. شوفي يعني أنت بنية اسم الله عليك حلوة وذربة وتهبلين، سؤال بس يعني أنت شو لقيتي بهذا الحافل منتف؟ يعني أنت ألف من يتبناك، ليش هذا؟ والله مثل ما بنتك خلت ريايل هالعالم كلهم وخذت هالحافل منتف. ايه ادري، انا قاعد افكر وافكر وافكر اقول يعني شنو في زوده عن الباجي؟ قلت لا اكيد امه داعيت له. عليها يكسر الصخر. اي والله وانت الصاجه يكسر الصخر.